مع بداية شهر رمضان الكريم عاد الله عليكم بالخير والبركة. ازدادت المضايقات الإسرائيلية للمقدسيين. اقتحم الاحتلال مئذنتين داخل المسجد الأقصى، قطع الأسلاك ومنع صدور الأذان فيها، قيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وحول باب العمود إلى ثكنة عسكرية قامعة تجمعات الفلسطينيين فيها. كل ذلك كان بالتزامن مع دعوات جمعية لهافا الصهيونية المتطرفة لحشد أنصارها ومنع الفلسطينيين من الوجود في باب العمود واقتحام المسجد الأقصى. هلا المستوطنون الصهاينة مدعومون من قوات الاحتلال ويهاجمون، يعني بمعنى العقل إذا زين الأمور يقول اهرب، يعني تطبيق المثل الشعبي الهريبة تلتين المرجلة، بس عند الفلسطينيين يلا هجموا مواجهات واعتقالات في صفوف المقدسيين لم تثنهم عن مواصلة اشتباكهم مع شرطة العدو وحتى ساعات الفجر، رغم إصابة أكثر من 100 شخص واعتقال أكثر من 50 متظاهرا فلسطينيا، في مقابل صفر اعتقالات في صفوف الإسرائيليين الذين هاجموا باب العمود وكانوا عم بيصرخوا الموت للعرب الموت للعرب. دولة مدنية عادلة لا تفرق بين أحد، دولة مدنية رائعة. هذه الإشكالات هذه المشاكل في ناس كانت شايفتها على غير شيء بغير طريقة. الموضوع ما له علاقة يعني لا باقتحام مسجد أقصى ولا مقدسات فلسطين، لا صفت سيارة، ومع ذلك مرق لحظات تاريخية لا تنسى. لك شو هيدا اهم لاعبين فوتبول بالعالم بتلاقيهم بالقدس، اهم من رونالدو وميسي وما بعرف مين، ركلات غريبة لا مثيل لها. وبمناسبة الركلات، الاحتلال وردا على اعتداءاته في القدس تلقى ايضا ركلات اخرى ومن نوع اخر. هذه الركلات غيرت المعادلة. اما سماؤها فقد عبقت بدخان صواريخ المقاومة التي انطلقت العشرات منها باتجاه مستوطنات الاحتلال محملة برسائل عديدة. كثر في هذا العالم كان لهم رأي آخر، منهم المطبعون الجدد يسوقون لفكرة مفادها أن القوة لم تنفع مع الاحتلال، وبهذا يبررون التطبيع والسلام، لأن المقدسيين شجعان مدعومين بالفلسطينيين الأشاوس في الضفة الغربية الذين تظاهروا دعما لهم، مدعومين أيضا بمقاومة شجاعة في قطاع غزة، فرضوا معادلة جديدة وأثبتوا أن الصمود والنار يحققان الانتصار. يا ستار،